أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كثير من الشباب أشغلوا أنفسهم بآهات المسلمين وجراحاتهم، وانشغلوا بذلك عن طلب العلم. كثير من الشباب يقول أحسن الله إليك: كثير من الشباب أشغلوا أنفسهم بآهات المسلمين. إيه؟ آهات، أحسن الله إليك. آهات؟ نعم أحسن الله إليك. وجراحاتهم، وانشغلوا عن الاجتهاد في طلب العلم، فهل لنا من نصيحة؟ هذا من الشيطان، إشغالهم بالكلام في أهل العلم وتتبع أخطائهم، هذا من الشيطان، من شياطين الإنس والجن، هم اللي يحرضونهم على هذه الأمور. الواجب أن ينشغلوا بطلب العلم ومعرفة الحق، هذا هو الواجب عليهم، وأن لا ينشغلوا بعيوب الناس، لا سيما طلبة العلم والعلماء، هذا من الغيبة محرمة. نعم.